احنا كساكنه ديال اكادير الكبيره كنستبشروا خيرا بهذا العلامه ديال التشوير اللي دارتها الجامعه ديال الجزيره اللي مكتوبه فيها اللغه العربيه مع اللغه الامازيغيه، وحنا فرحانين بهذه البادره وكنتمنوا ان شاء الله تعمم جميع المناطق المغربيه واكادير كبيره عامه، وهذا العلامه مكتوبه فيها قيف بالعربيه وبيد بالامازيغيه وبالشلحه، وزعما راه باينه يعني راه مفهومه، وحنا راه الدراري ديالنا الحمد لله راه كيقراوها في الابتداء وداك الشيء، يعني واحد اللغه اللي غادا وكتعمم الحمد لله والناس كيعرفوها، يعني بادرات خير ان شاء الله بحول الله. وكنطلب من الساكنه ولا من السائقين عموما يحترموا قانون السير الى ما احترموا بالعربيه يحترموا بالامازيغيه ان شاء الله. حنا اليوم امام واحد الحدث اللي هو سابقه في من حيث المساله ديال التشوير، وفي ارتباطها تفعيل الطابع الرسمي اللغه الامازيغيه اللي كنشوفوه اليوم هنا امام علامه ديال التشوير اللي كتعني بالامازيغيه بيد اللي هي قيف بالعربيه، وحنا كنتمنوا هذه المجهودات اللي كيقوموا بها مجموعه من المجالس المنتخبه اللي خص جماعات اخرى حتى هي تمشي في هذا المسار اللي غيعطي الامازيغيه، لان المساله ديال التشوير والمساله ديال الاشارات هي مهمه لانها في واحد العمليه ديال بصريه اللي كتجذب، وهي حتى هو اساسا راه واحد المساله اللي هي ديمقراطيه تفعيل الطابع الرسمي ديال الامازيغيه في هذا الميدان. حنا اليوم في المنطقه الصناعيه تسيله اللي هي في اللي كتنتمي اداريا ولا ترابيا للجماعات الترابيه ديال الجزيره، وكنهنيو المجلس ديال الجماعي ديال الجزيره على هذه الالتفاته ولا هذه البادره اللي كيقوم بها تجاه الامازيغيه، وكاينين جوج اللي غير نوضح انهما كاينين جوج عمليات تشوير، وكنتمناو ان مجموعه من الجماعات الترابيه على المستوى الوطني حتى هما يقتديوا بهذه البادره، وتكون الامازيغيه حتى هي يكون عندها نصيب ديالها في العمليه ديال التشوير الخاصه بمجموعه من المدن. تفعيل الطابع الرسمي للامازيغيه في مجال الهويه البصريه وكذلك في مجال التشوير العمومي التي نعتبره خطوه رمزيه داله لها مكانتها، وكذلك تاتي كاستجابه لديناميات مدنيه اسهمت فيها اجيال من الحركه الثقافيه الامازيغيه سواء بالترافع وسواء ايضا بالعمل البحثي والمعرفي لبناء سرديه جديده، سرديه المغرب المتعدد. هذه الخطوات الرمزيه هي تأتي كاستمرار العدالة الاعتراف والتي توجت بالاعتراف الرسمي بإيدين نير وثلاث رسمية مؤدة عنها، والتي يحتفل بها المغاربة اليوم، وفي احتفالهم بها والاحتفال بها هو احتفال بذاكرتهم وبتراواتهم الرمزية وكذلك تملك هذه القيم الأمازيغية. مثل هذه الخطوات لها أهميتها قد تبدو في الظاهر بسيطة، ولكن عائدها الرمزي كثير فيما يتعلق بثقافة عانت لعقود وضعيات مركبة وضعيات معقدة، ومن الضروري الاستفادة من هذه التجارب وتعميمها على المستوى الوطني من قبل الفاعلين الترابيين إسوة بما فعله المجلس الجماعي لمدينة التشيرة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.